السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أدب المريد. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. للشمس في الفلك الأقصى علامات، يدري بذلك أقوام إذا ماتوا، تسري به أنفس مثل مطهرة لا تنجلي لهم إلا إذا باتوا، من الخمور سكارى في محاربهم وما لهم في وجود السكر نيات، فلو أراد زوال السكر صحوهم، تتلى عليهم من القرآن آيات. مريد الله الصادق قلبه مربوط بالحضرة الإلهية، معلق بالقديم لا بالفاني، صاحب صفاء ونور وتحقيق وشوق وحب وعرفان، يشهد الحضرة الإلهية الحضرة المطلقة ويعتقد بوجود الناس، أما الناس فيعتقدون بوجود الحضرة الإلهية ويشهدون أنفسهم. المريد الحق باطنه فيه الرحمة، هو الوارث لآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والدليل الكامل عنده تخلقه بالأخلاق المحمدية وتحكمه في نفسه وطبيعته. المريد الحق له عين يبصر بها، وأذن يسمع بها، وقلب يعقل به، ولسان به يتكلم، غير ما هي هذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة. فبعينه يشهد، وبأذنه يسمع، وبقلبه يعقل، وبلسانه يتكلم، كلامه مصيب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول أبو العلمين الإمام مولانا أحمد الرفاعي الشريف الحسيني قدس سره: القوم سمعوا وطابوا، ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه، وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه، تحلقوا وفتحوا مجالس الذكر وتواجدوا، وطابت نفوسهم وصعدت أرواحهم، لاحت عليهم بوارق الإخلاص حالة ذكرهم وسماعهم، وترى أن أحدهم كالغائب على حال الحاضر وكالحاضر على حال الغائب، يهتزون ولا تنشغل قلوبهم بسواه، يقولون الله ولا يعبدون إلا إياه، يقولون هو وبه لا بغيره يتباهون، إذا غناهم الحادي يسمعون منه التذكار فتعلو همتهم في الأذكار. فالواجب على المريد أن يقطع علائقه وعوائقه، ويخالف هواه، ويبادر إلى خدمة مولاه، ولا ينتظر وقتا آخر، إذ الفقير ابن وقته. قالوا: من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل وبالإخلاص في نصيحة الأمة وبالأنس بالخلوة، والصبر على مقاسات الأحكام، والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والتعرض لكل سبب يوصل إليه، والقناعة بالخمول، وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده. قم في الدياجر بالأذكار مجتهدا، وعنف النفس في تقصيرها أبدا، واحفظ لسانك من عيب يعيب غدا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استتر. Thank you.